اهلا بكم اعزائي في درس جديد من دروس تصميم ملف رافعه الفولتيه من الالف الى الياء. تذكرون الدرس النظري وصار هو نظري وعملي، بس هسه جاي نشتغل عملي فقط. بس تذكرون الدرس النظري اول شيء بدينا بهاي الوايرات. انا ما عندي مسطره وهاي خشبه. اول شيء بدينا بهاي الوايرات وربطناها. هسه اول شيء راح نبدي بهاي الوايرات بالمحول، راح تشوفوها هسه. درست اليوم عملي. وثاني شغله بدينا بهذا الواير الاسود، وبعدين هذني الوايرات وصلناها هنا، وانتهى الدرس لما وصلنا اهذا بأهذا. مثل ما اتفقنا راح نبدي بربط تغذيه الكرت. هذا واير وهذا واير مال تغذية الكرت، شوفكم اياه بالرسم. طبعا هذا من النوع اللي ينفصل، هذا مال تغذية الكرت. اللي حكيت لكم عنه تغذية الكرت، اجي اغذيه. طبعا هنا تخليه بالعدل، يعني هذا هنا هذا هنا، او تقلبه ما عندنا اي مشكلة بيه. حتى اذا قلبته ما عندنا، لان اي سي مو دي سي، بس الدي سي اذا قلبته اكو مشكلة. هذا الواير هنا قلت لكم جاي اصور واباوع التصوير واشتغل، ولازم الصوره تصير واضحه. فان شاء الله هسه هي واضحه وماكو تاخير بالتصوير. الان الكرت عندنا اتغذى ولله الحمد. هذا من النوع اللي ينفسخ ايضا، فسخناه. فهذا بس هذا اول واحد الكم. لو تجي هنا تلقى مكتوب هنا الكم، هنا مكتوب كم بس ما يبين بالتصوير. هسه نجي على الريليات. ريليات حاولت اغيرها، ذاك الاصفر كان بلون واحد ومشكلة ان اشرح به. فهاي بالوان، اول واحد اللون الاحمر اول ريليه، ثاني ريليه الاصفر، الازرق، ثالث ريليه والرابع والخامس ريليه نفس اللون اللي هو هذا، يمكن الجوزي لا مو جوزي، البني. المهم هذا اللون قدامكم جاي تشوفوه. هسه عندنا هذا تشوفوا شلته منه. قلت لكم هذا الكم اول واحد الكم شو نخلي عليه مثل ما شرحت لكم بالدرس العملي نظري. البارد هذا اللي جاي منه وجاي لهنا تشوفوا، حتى ما يحتاج شرح كل سهل. شو نخلي شوف لما يصير هنا اذا هذا اول واحد الكم، فنخليه على اول واحد. ان شاء الله بالتصوير واضح. نعم واضح ان شاء الله. هذا صار على اول واحد. انتبه هنا على الالوان، خاف اجي اربط. انتبه اول واحد الاول ريلي الاحمر، ثاني الاصفر، ثالث الازرق، وباقي هنا لون واحد اثنين هن. المهم احفظ القاعده، تقدر تخلي الاول واحد هنا، ثاني ثالث الرابع الخامس، او تقدر تخلي الخامس الرابع الثالث الثاني الاول، بكيفك ماكو اي مشكله. اللي راح يتغير عندك ترتيب الجلوبات بالاشتعال، وترتيبك انت بالتنظيم الفولتيه، بس هذا راح يتغير براحتك انت. هسه راح ابدي هنا الاول على الاول. الاحمر هو الاول، شوفتكم اياه اذا حفظتوا اللون على الاول.
وليش تحفظون اللون اصلا قدامكم الريليه واضح بالتصوير. هذا الاحمر شوفوه على اول واحد، هسه الاصفر تشوفوه على ثاني واحد، الاصفر على ثاني واحد تشوفوه. اها والازرق على ثالث واحد، مو مهم الالوان، بس اني خليتها بالترتيب على مود توضيح وسهولة الشرح، اريد الشرح باسهل ما يمكن. اي واحد يشوف الفيديو حتى اذا مو فني يقدر يسوي رافعة. وهذا الرابع اللي تشوفوه بيدي راح اخليه على الرابع، اني افرح حيل من اشوف تعليقات تقول لي الشرح سهل، حيل افرح. ليش؟ يعني اكون فرحان باني قدرت اوصل الفكره، واتمنى يعني اللي يشوف تعليقات الشرح شرح الحسابات ويشوفها سهله يكتب لي سهله، واللي ما افتهمها طبعا. هذا الخامس على الاخير، هو الخامس، واللي ما افتهم شرح الحسابات هم اتمنى يكتب لي ما افتهمت، خاصه التبسيط. مو اول محاضره، ثاني محاضره تبسيط مكتوب عليها تبسيط شرح الحسابات، لان سويتها بفضل الله كلها بسيطه، يعني سويتها على شكل نقاط بحيث يفهمها اللي ما فهمها بالشرح الاول يفهمها. هسه رجعنا كبسنا هنا، اين انا كملنا تغذيه الكرت وتغذيه الريليات، كملنا تغذية الكرت وتغذية الريليات. الحقيقة برا ما كملت تصوير هذا المقطع ردت أشوف كم دقيقة أنا وصلت 7 دقائق وشوية. إن شاء الله يعني بقت 8 دقائق علي من الربع ساعة. هاي الوايرات لدخون بيها، هاي الوايرات هسه نشرحها وتشوفوها أسهل شيء، بس ما أريد ألحمها هنا ويطول الوقت حيل. راح اطلع منها وايرات بعدين من الحم بس الف، يعني شغله اسرع حيل. هاي وحده. الشغله الثانيه هاي اللي لحمناها، انتم جاي تشوفوها هاي لحمناها عمود بعد ما احكي عليها. راح اقطع تصوير الحم الوايرات للريليات وارجع لكم. اتفقنا نلحم الوايرات على الريليات، وهاي الوايرات لحمناها. احنا اتفقنا انه من نريد نلف اول شيء تكتب عليه باء ونلف باتجاه واحد، بعدين اخر سلك يطلع من الرئيسي نكتب عليه نون، يعني نهايه بدايه باء نهايه اخر سلك. نريد نلف الرفعات نبقى على نفس الاتجاه باللف، اول سلك قبل ما نلف نكتب عليه واحد، ونلف ونكتب اثنين، ونلف ونكتب ثلاثه، ونلف ونكتب اربعه، ونلف ونكتب خمسه، واخر سلك يطلع عندنا نكتب عليه رقم 6. اذا سوينا هالارقام راح تشوفون قد سهل علينا ربط الرفعات بالريليات. هسه بسم الله نبدا. هذا رقم 6 جاي تشوفوه انتو، هذا رقم 6، خلي جوا خط على مود اعرفها 6 مو 9. هذا رقم 6. بدينا احنا بالربط النظري برقم 6، فاني ابدي هنا برقم 6. طبعا هذا التجربة الشغل، يعني تجربة. اولا الوايرات ام الواحد ونص غلط، لازم تصير ام الاربعة ام الستة حسب الامبيرية مالتنا، فاخترت هاي الوايرات لسهولة الشغل يعني، وهم توفرت عندي وايرات ام الاربعة وام الستة. هاي وحدة هنا، هاي بعدين اتيبها، ما اريد اخركم بالشغل، يعني ما اريد اخر الفيديو، ما اريد اطوله اكثر. هذا الواير ابو الخمسه، 6 على النورمالي كلود مثل ما اتفقنا، والخمسه على النورمالي اوبن مال ريلي 5. يريد اشوفه وياكم. هذا الريلي 5، احنا اتفقنا هذا 1، هذا 2، هذا 3، هذا 4، هذا 5.
هسه 5 اشوف الاربعه وين صارت. هاي الاربعه، هاي الاربعه تشوفوها، هاي الاربعه على اليمين على النورمالي اوبن مال الاربعه، هاي الاربعه على النورمالي اوبن مال الاربعه. طبعا هذا لازم الضلمه تلفه تلحمه سولدر، ولازم الواير ابو الاربعه مثل ما اتفقنا بان خليته 1.5 لان هي تجربه وما عندي حمل اربعه. هسه اشوف واير ثلاثه وين، واير ثلاثه وين، هذا واير ثلاثه كاتبه بالعربي، هذا واير ثلاثه شو تشوفوا، وعلى النورمالي اوبن مال الريلي الثالث عن نورمالي. قلت لكم تشوفوها وايرات هوايه والضوج من عندها بالعكس، شغله كل السهله كل السهله. وادور اثنين وين صار، اثنين وين صار، هذا رقم اثنين، هاي رقم اثنين، هذا رقم اثنين، وعلى نورمالي اوبن مال رقم اثنين، عن نورمالي اوبن مال رقم اثنين. والواحد وين الواحد، الواحد هذا الواحد، هذا الواحد، هذا راح يروح على النورمالي اوبن مال الواحد، ومثل ما شفنا احنا راح يجي ويا النهايه مال الرئيسي، النهايه مال الرئيسي وين، هاي البدايه مال الرئيسي، هاي النهايه، هاي نون، هاي نون، شوفها نون، النهاية مال الرئيسي، هاي النهاية مال الرئيسي. ما ناسي شيء إن شاء الله، وكمل الفيديو لحد هنا، يعني أريد أنا اللي كمل الفيديو يعني وصل لهاي الدقائق لا ينسى الاشتراك، لأن تفيدني بأن يرفع الفيديو إلى آخرين، أنت من تشترك راح يرفع الفيديو إلى آخرين. لا تنسى التعليق، لا تنسى الإعجاب، يعني على مود يرفع الفيديو يعني ويصير المشاهدات أكثر والناس تستفاد أيضا أكثر. يبقى عندنا البداية، هاي البداية، هاي البداية، هاي البداية من نربطها ويا الكارتات الرافع خافض، ونربط أيضا أكو هنا واير وين النهاية، هاي النهاية، وهذا رقم الواحد، وهذا مثل ما قلنا الواحد مال النورمالي اوبن يربط ايضا نستفاد من عنده عن بقية على مود نربطه على الكرتات الرافع خافض. طبعا الخروج راح يكون من هذا الواير، من هذا المشترك، الخروج من هذا المشترك، هذا الاير اوت، هذا الاير اوت اذا شوفوه، ومن المشترك مال ارفع هاي، ارفع هاي قدامكم، من المشترك مال الريلي الأول. هنا وينتهي الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.